السلام عليكم. التوقيع اجباري وحنا ماناش اجباري وحنا الواحد يرفع فيه قضيه للمحكمه. ونقول لكم المدير وحاول المدير وكذا وين تبقى صعوبه تستحيل حلها. تمي ما يبانش ما يبانش. ولكن ممكن يطلب منك وممكن تجينا موجه رابعه وتشوفوا كيفاش عدم استعداد الموجه الثالثه واش حدثنا في الاكسجين. الترقيح فهو ضروري وضروري جدا. انا ما قلتش بزاف، ما قلتش. قد قمت بزياره بعض المؤسسات التربويه شارحا شيئين اساسيين، الشيء الاول وهو البروتوكول الصحي، بحيث لاحظنا بان البروتوكول الصحي مطبقا في اغلب المؤسسات او في كل المؤسسات التربويه، اضافه الى شرحي للساده الاساتذه لضروره التلقيح للحمايه الجماعيه من هذا الوباء. بعد الدخول الاداري لزملاء مديري مؤسسة التربية والتعليم على مستوى ولاية غردية، اليوم استقبلنا أساتذة القطاع بترحاب بحفاوة على أمل أن يكون موسما ناجحا بكل المقاييس. الجلسة التنسيقية عملت على إعطاء تعليمات للأساتذة الغير ملقحين من أجل التلقيح. من أجل التلقيح يمكن أن نقول أننا وصلنا إلى ثلث الأساتذة ملقحين. المنحة المدرسية 5000 دينار، طبعا أخذنا NCD فيه 13000 مستفيد أخذناه من الولاية، والآن في عملية تصحيحات، لأننا لما أخذناه للبريد المركزي وجدنا فيه بعض الخلل. الآن نحن بتواصل مع الولاية لتذليل كل الصعوبات، وستصب هذه المنحة في أقرب الأجل.